الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اهل ينقاد رجل قال رجل الرجل دينجر الفلب دنتميرن دين ينقاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا باللقاء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجمعنا على ما يرضيك. أن بندرا برنجت الله سبحانه جل وعلا رنجول رنكسند النبي جمك نلار مكو شبار تغار مكند كهو مرن غردي لمن يمتنر غل من تفنا وإن النبي جمن محمد الله جولا يكريج غل مكو يسحباب مكو ede nyaagine joomiraado andindan ko nafta en dalla nafta tan e ko andinta en ko ede nyaagine dalla beedanten gandal e faham ede nyaagi joomiraado nda hollaten gonga andinen gonga wa arsigenen jukude gonga yo alla andin ko na gonga ko ganden kiptinen alla arsigenen wadade ko na gonga ko non bandiraabe julbe teddube hande hadithunal yawm e gote andube darani be kaado diina wawi الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها: معرفة الأبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. غندقوتها جنبيتر محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وبيقرتت بأي للنقفوف ونا الأصول الثلاثة ونبرنسيب التواف برنسيب وإلوك للنقف أندد ندفو عند دا غلتت بمعنى معرفة الأبد دمتلو عندت هاجون ربه جوم مكو وعند جوم مكو وعند هاجوني قول النبي جوم مكو وعند الدين الإسلام وعند الدليل كان قول قند مولد بيت محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى وي أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة مستلزمة قبول ما شرعه والإذعان والإنقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ويعترف الأبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. قال الله جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بمعنى أن ودي ندفع لو أندت الجوم كان قولوا قند مولو محمد صلى الله عليه وسلم وهي بمعنى كويت أند الله سويام ندفع أند جوم كمعرفة الله عز وجل كأندد الله أندرم بالقلب برنده برنمان إري إن يجبي إن هجدي إن هبندي أندد جوميرار معرفة تهو غندو قلن غندن لا تستلزم قلن ودنا قبول ما شرعه أند الله أندا كو الله لاو ديني كانكو جبي كانكو يمر كانكو لاو ديني ونند جياب مكو بين غندا شرياج نغود كلمو بيد إن أندي الله يو أندو الله ولي شرياج الله ودي جميراج الله ودي كيري ونهاجوني معرفة الله أندر الله بالقلب برند معرفة تاو غندو قل تستلزم قل نودنا قبول جب قل ما شرعه كالله لاودين كلمو أندي الله الله أند الله لاوديني والإذعان جبد هاجون إرد هاد والإنقياد له جبد والسمات جند هاد الله دونك جاكو أندو دي الله إن جاء أندو دي الله وتحكيم شريعته هاجون أن يغير الشريعة التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن جاء عندنا الله إرشاد قول الله ونجب أن يغير الشريعة محمد أرضه. ويعترف العبد على ربه
kanko jiaro irta e jomi mako hajono jaba haanda o tesko jomiraade bin nazri en darde fil ayati shar'iyya on dara de do jomiroje de jomiraado lawdini hikmaaji hajone nafoje e mudireji ko mufti de do dewede allah lawdini on dara kare fi kitabillahi wa sunnati rasulih on dara e daftara allah on dara e sunna annabijo wan nazr fil ayati al kawniyya وندارها جون كاوي ساين ديرو تغوري الله من سماء وارض وندار ليلي اسمر وما حوت ايكو دي موفت التي هي المخلوقات دو جياكو تغوري الله فان الانسان ند كلما نظر في تلك الايات كلا ند دار شريعه لواجي الله وندار تغوري الله ازداد علما بخالقه كدو بيدتو اندو دي جيميرادو تقدمو معبوده واندها جوني ومعبوده ادوتيدو مكو الذي في القران وفي الارض ايات للموقنين كايتاي كيودنا ني دو ليدي دي وناند بن يينني وفي انفسكم افلا تبصرون الذي هي كوي مون يوني تسكي كادين مودن كايساج افلا تبصرون ما تو نجيتا الحديث الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم هدي أنكواب رجو كولاد أجوكو دير الرجو دينجر الفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدانا الله لدينه رنجت جومراد عز وجل رمولو ألا إمراد أبونا الشيطان kanko jomirado wi'a deftere mako teddina de o ngande nelado no wonde modon ene modon nelado Allah o mo wonde mon wonko addani on wonko dacceni on wonko jengini e dun non so tawi nelado do ti mama en e koy heewi e gede o wofi ko yete tashri'il ilahi o joki ko yete belare yimbe godo ho daccida ma o hore mon destan wonanno ko tampere souffrance wonande bani adam en kono Allah wadan dum Allah ha joni yinni imanagal berde mon Allah sinki imanagal berde modo anyi on kefragal ha joni fasiga boy goof ko be woni fewbe yo Allah wattine mabbe yo Allah juli hisna annabi jamako Muhammad e yimbe galle mum e sahabaabe mum yo tremede hadithuna al yawma in kuntum kungol gando o rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahhab وفي أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ونكو حالا نهاجن كويت أصول الثلاثة ونطوى باز هاجن برنسيب حاند نتفف أند ادوان انكالين هنكو فاتي أند لألأ يجبان لسيد حل بني آدم يتيو أنبي الله واندري الله حاجون يتغورم واندري الله ينعوجم الشريع جمم واندري الله يتغورم ودن فبيرن برنمك واندي وقلري يهند كالسان كويته معرفته معرفة نبيه والنقد واندق المكو النبي جمك محمد بألي واعلموا أن فيكم رسول الله نغندي حاجون واندي مورن نلاد الله كانكو محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى دوين يكونغل غندو ومعرفة نبيه بمعنى أي معرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق وتصديقه فيما أخبر وامتثال أوامره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه والزجر وتحكيم شريعته والرضا بحكمه كما قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقوله جل وعلا
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، إلى قوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، إلى ما حذر الله تبارك وتعالى من مخالفته عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآيات أنهم بندر بجلء تد محمد صلى الله عليه وسلم وفي يكون قل قندو معرفة رسوله كأندو الهاجون النلاد مكو وأند النلاد مكو محمد تقو قندل قندل معرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى أندو النلاد دي فويهن كأندو لكو أردي أتاولكو إكو أردي دين قونغ إقونغ دين النبي جو كالكو حبري إفاد يمر على النبي جو وإساد كالي النبي جو تنون فيرتها جونا جبيا قونغ إني أندي النبي جو إرينتا لكالكو نلاد رينتين e nyaawde de sharia annabiijo e weleede dum e hejeede dum e nyaawre annabiijo allawi to qur'aan mi wondiri joomi mabbe gonginaane gonginal timmugal haabe nyaawro ma kala ko kewi hakkude mabbe caggal mo be beleede keje ha joni be jindina e fitale mabbe dum ko nyaawda ta be hebaane hen bittende be jibbilo kala jibbilade e nuku goddo allawi ahanke innama kana qawlul mu'minina idha du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum e julbe kay gongimbe Allah be so be noddama faade deftere Allah be noddama faade Allah be noddama faade sharia annabiijo de nyaawata hakkune mabbe ko dem biete men nani men jeebi men kejaama e men do kima Allah wi ko be woni belbe koyebe Allah wi son lurde hunen duttede me deftere Allah en duttede me sunna annabiijo ko jengin ko dacci ko so tay wadon gongini Allah don gongini nyalaama wattande dum buru mujjide nantaneede ni woni ko joomiraado holl Allah rentini ha joni e lundaado do annabi je ko jengini ko e rewrude Allah ko jengi ko jenginaani ko hollani Allah wi yoreena ben lundutobe yemi yorema ko kanko annabi jode hadane hebde ko wete fitina walla hebade ko wete alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulih alamin nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam e heliyankoɓe dingiral radio fulɓe e jokkodiral radio kolaɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu barakallahu fikum e bandiraɓe hadisnal yawma ene kontini ha joni e kongol gando o rahimahullah wa marifatu nabiyihi alayhi salatu wassalam kanko muhammad ibn abdul wahab o ene jeeya ko waɗɗi neɗɗo nde o andata annabijo makko ayi الذي بعث إليه وننلا دفاده مكو إن جتنا إن كالنا جوغا آية جو قرآن كل دها جنو وطالة قنجن دا النبي جو وان دي شري مكو الدين مكو هجي دا إياج دها جنو يندنا دا إنياور النبي جو إلى قوله جل وعلا إن جتنا مها جنو كنقل الله حيث يحذر من مخالفة رسوله الأمين فيما جاء من عنده do Allah rentino ha joni lundade annabijo e ko ardi ha joni immorade makko kanko jomirado min ash-shara'i wal ahkam gila sharia je nyaawojo fuf Allah wiwata annabijo lundede Allah wi on don aya qur'ana fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim yo rayano ha joni lundotobe annabijo fi ma jaa bihi min indi rabbih ko ardi immorade jomi makko min ash-shara'i e sharia je e dun ha jone nyaawojo de nelaado addi e dewe Allah de nelaado addi kala ko jengini ko holli kanko annabiijo Allah wi yoreene ha jone lundade annabiijo e dum haadene hebde ha joni ben don lundotobe ko wete fitina boorede yimanagal walla hebabe ko wete lepti musul qala al imam ahmad rahimahullahu ta'ala atadri mal fitna al fitnatu ashirku billah ashirku la'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayghi fayahlik wal'iyadu billah kanko imam ahmad yada andi ko wede fitina bo Allah rentini o do ayat qur'an o yodo fitina de yama ko shirku billah sa rewri Allah nelado jenginirano holliran e dum don ada wa yande shirku billah wala sa ruti kongol annabijo wala gollal mako wala nyaawre mako diine mako yama yana berna mare ko wede o nyaare joomu halko e hande den jokka e kongol gando do wiyata o kawluhu o ma'rifatu dinil islam
ene jiyaku wadi neda ndew andata dini l'islami o mo gonde ngi mbo nuddi den faade mum al islam bil ma'na al am huwa ta'abbud lillah bima shar'a munzu an arsala ar-rusul alayhim as-salatu was-salam ila an taquma as-sa'a كما ذكر عز وجل ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل. قال الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام قوله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. عندما ونفوا فاهمتان قندوا أبينا وقلي أندل الدين الإسلام هل أن دين الإسلام وأن الدين الإسلام بالمعنى العام e say en general ko wete dina ha jono ko rewrude Allah bima shar'a munzu an arsala ar-rusul alayhim as-salatu was-salam e ko wete dina al-islam en gros mudo ko rewrude Allah ha jono ko nelabe be ardi e morale jiomirado Allah rewrata ko sona ko nelabe jengini ko be ngaddi wa an la yu'bad Allah illa bima shar'a nde Allah rewrata ko sona ko lawdini e ko annabi jo holli e haande hado ha daranga daro Allah haani rewlede ko jengine ko ko annelabe be ardi e mudum ko Allah holli Allah haali den ayaje kewdo holli wande dendangal shariyaaji binnudi fo wonno ko jibbilanaade Allah Allah haali gay Ibrahim to wino rabbana jumi amin waj'alna wadmin muslimain laka jibbilido wonandema wa min zurriyatina bibbe amin kadim bana dum muslimatan laka ni jibbilenima dun na sen jehi to islam wal islam bil ma'na al khas so tay ko wadde detay ma ko yete din al islam bo kale hen do ko ba'da bi satin nabiy muhammad sallallahu alayhi wa sallam bima na yahtasu bima bu'itha bihi muhammad li anna ma bu'itha bihi an nabiy sallallahu alayhi wa sallam nasakha jami' al adyan as sabiqa fa sara man atba'ahu musliman wa man khalafahu laysa bi muslimin fa atba'u ar rusul muslimun fi zaman rusulihim واليهود مسلمون في زمن موسى عليه السلام والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه السلام وأما حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين وهذا الدين الإسلام هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام إلى قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أنهم بندرا بجول بتد سيام جهي الدتا ما كويته الدين الإسلام وان الدين بون النبي جو أن لا إمورم جلان دو أن لا كانكو عليه الصلاة والسلام دين ما كو ممتي كلا دين جب النبي واتني كلا جكر ولا النبي جو كو جول لغنق إن الله كلا لندي دا النبي جو وانا جول دي لن جكنا بأنبي بي زمان أنبي بي كوين يهود ينكو بي جكنا بموسى كو بي جول بي وانا عندن زمان annasaran ko be jukuna be isa ko julbe wonne on don zaman konande muhammadu nela be jiddi muhammadu be gona julbe de be jelti diina diina allah ka e kaado diina woni ka allah jabanta goro sana kanu allah wi diina do allah ko diina l'islam kala mo jeggi diinori allah ko na diina l'islam wa jabanta ke e nyalama darango jete ko e perdu wa hadha al islam huwa al islam o woni diina l'islam alladhi imtanna allah bihi ala muhammadin wa ummati ورا دين الله حالت نعم ويدو النبي جو محمد يدو يمب مكو الذي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين ورا وني دين بتمنا من حند النعم تيم يدو مرن دين أو تيم يدو مرن ولنا من دين الإسلام الدين الحديث